شكل المسابقات. انا عارف ده سؤال ممكن اغمض وتخيل وارجع ويبقى قدامي استاذ حسن استاذ نجيب المسكاوي مش استاذ حسن المسكاوي، بس معلش هنفضل نحارب ونقاتل ان احنا نوصل للصح. شكل المسابقه، هل المسابقه هو الصح؟ ده لسه هكمل لك السؤال ده، متقيل ورزل يعني، عارف لما جه يعرفه على اسمه وراح فتح له شكل المسابقه. عدد الانديه، عدد اللعيبه الاجانب، التحكيم، الملاعب. تاكس عايز الجد. عايز الجد. انا ما اعرفش اتكلم الا جد. مش عايز اكرر جمله اللي دمها تقيل قوي، بقت ان الكلام ده احنا بنتكلم فيه من سنين يعني. لكن اللي عايز يغير المسابقه يغيرها. بس انا عايزها 18، انا موافق على ال 18. عايزها 18. 18. تمام. بس عايز تعمل اي تغيير فيها قول سنه او موسم 26 27 25 26، ما تقوليش ابدا الموسم الجاي. طب مسموح لي بالمقاطعه؟ اتفضل. طب ليه مش 16؟ ليه مش 20؟ وهل 18 شايف ان الدوري منتظم اللي بنخلصه كل سنه شهر 14؟ لا لا لا، دي مشكله الدوري ده ومشكله رؤساء الانديه جميعا. نعم. رؤساء انديه الدوري الممتاز هم المسؤولين عن الورطه التي نعيشها الان في الدوري المصري. ليه هم اللي بيديروا المسابقه؟ لا، هم اللي اختاروا شكل المسابقه. لما اتعرض نظامين بلاي اوف، اشرحها دي بقى. ايوه اتفضل. لما اتعرض نظامين قبل الموسم ما يبتدي، بلاي اوف يعني الثمانيه الاوائل يلعبوا مع بعض والعشره اللي بعدهم اللي تحت يلعبوا مع بعض، الثمانيه اللي فوق يطلعوا بطل الدوري والعشره اللي تحت ينزلوا الثلاثه. رؤساء الانديه قالوا لا احنا عايزين النظام. اقول لك ليه عايزين النظام ده؟ ليه؟ عشان العشره اللي هو في بتوع المنطقه الدافئه والكلام الكلام اللي مش عايزين نخلص منه. قال لك لا، طب انا هبقى في المنطقه الدافئه، لكن اجي فجاه اخش دوري تاني وابقى انا ممكن مهدد ان انا انزل. لا انا مش عايزها دي. نعم. نفس الحكايه بالنسبه للثمانيه. قال لك انا كنت اول الدوري، انا اول الثمانيه، بعدين العب تاني. عشان رؤساء الانديه وكل من شارك في الاختيار في التصويت هم المسؤولون على الورطه والضغط المباريات اللي احنا فيه دلوقتي، هم المسؤولين، مفيش حد تاني. ماشي. واي واحد بيشكي من الاجهاد. مقاطعه تاني. اي واحد بيشكي من الاجهاد. انا مش اتحاد كره قوي، من حقي ان انا افرض. انا بتكلم دلوقتي على الاختيار، لان هو اتحاد الكوره قال لهم اختار، لكن اتحاد الكوره مش بقول كل شويه نعمل ندوه. اتحاد الكوره اللي بيدير كل شويه يعمل ندوه، نعمل ايه؟ يسالهم نعمل ايه؟ طب انا زي الراجل بتاع مسرح مصر، انا هعمل ايه؟ رايك كان يتصرف ازاي؟ ياخد قرار. قرار مدروس ويبلغ بيه الانديه. وقرار من بدري ويبلغ بيه الانديه. انا مش فاهم الناس بتقود ازاي. نعم. القياده انك تدرس وتاخد القرار كويس وتقنع الناس بمنطقك، لانك انت لو عندك اقناع وعندك منطق قوي في اتخاذ في اسباب القرار هتقنع الغير. تمام. وبعدين لازم كاتحاد تقضي على فكره المصلحه الخاصه. الاهلي عايز مصلحته، الزمالك عايز مصلحته، مش عارف الترسانة عايز مصلحته، كل واحد عايز مصلحته. كل واحد عايز مصلحته. في وقت من الاوقات انا دخلت اتحاد الكوره في اجتماع مهم جدا لرؤساء الانديه، واتفاجئت انه تم الاتفاق ان القايمه قايمه تكون 28 مش 25. و 28 لان كان في مطالب اخرى بانها تبقى 30. والاتحاد كان مقرر من اول الموسم انها تبقى 25. فقال لك عشان يعني نرضي لكل الناس نعمل توازن، نعمل 28. رحت للمهندس انا بريده وهو سامعني دلوقتي، وقلت له لو اتحاد الكوره عندك اخذ قرار 28 هتبقوا نقطه مصر. نزلت العربيه قلت له السلام عليكم، نزلت العربيه لقيت الاذاعه شباب الرياضه بتتريق على القرار بتاع 28 وبتقول 28. طب ليه مش 28 ونص؟ لكن طلع في الاخر هاني بريده قال لي لا هنعملها 25. اتعملت 25. هنا القرار يعني ايه يعني؟ يعني انتوا عايزين ترضي كل الناس؟ ما هي منطق انك انت عايز ترضي كل الناس انك مش عارف ترضي حد. طيب ده بالنسبه لعدد الانديه. اللاعبين الاجانب. اللاعبين الاجانب، بص بقى. بصيت. بجد؟ جدا. طيب. انت عايز ايه؟ انت عايز اتحاد كوره ايه؟ انت عارف الاول انت ايه هي الكوره في مصر؟ هي الكرة في مصر، تعريف الكرة في مصر يعني.
هو المنتخب اهم ولا الدوري ولا الكره المصريه المسابقات اهم؟ لا الاثنين مهمين. كله مهم، والحكام مهمين وكله مهم. بس انت عايز دوري قوي زي انجلترا، وعايز الدوري بتاعك ده يبقى اقوى دوري في الشرق الاوسط، وانت دلوقتي بقى ليك منافسين بينافسوك. بس انت من حسن حظك ان الدوري بتاعك قديم وله شعبيه، وانديتك الاهلي والزمالك لها شعبيه عربيه. بينما الانديه العربيه ملهاش شعبيه قوي في مصر. ده صحيح. ولا يعني لو في حد عايز ينكر الكلام ده، لا لا ينكر بينه وبين نفسه بقى. ده صحيح. فانت لازم تستفيد من شعبيه اكبر انديتك في الوطن العربي. نعم. فتقوي الدوري بتاعك عشان الصناعه، تقويه الدوري دي بقى بكل حاجه بقى، تحكيم وتصوير واداره وانتظام وكل حاجه. لازم ده. مش عارف تعمل ده بقى لك 40 سنه. نعم. بجد يعني ملاعب وجمهور، يعني ايه كل شويه فرقه مش عارفه تلعب فين؟ وفرقه بتغير الملعب بتاعها. والجمهور شوفوا حل في الجمهور. الجمهور هيرجع امتى الملعب؟ الملاعب ميته. ميته. 2000 و3000 و4000 دي حاجه تضحك يعني. لازم نفكر ازاي الجمهور يرجع. طب ما سالتش على سؤالي. نعم. عدد اللعيبه الاجانب. عدد اللعيبه الاجانب. عشان كده انا كنت بتكلم على الدوري بشكل عام يعني. اتفضل. انا شخصيا يعني قول عايز اجانب. عايز اجانب. مع الفتح ما فيش حاجه اسمها تفصيل. التفصيل ده اذا كنتوا بتظنوا ان هو لصالح المنتخب، ما في دول فصلت ومش صالح المنتخب. السعوديه دول كتيره. السعوديه 7 محترفين، وعشان كده كانوا بيفكروا في الثامن، وعشان كده الدوري السعودي بقى جميل وجمهور طبعا وبتاع والحدوته دي كلها. والدوري السعودي قوي قوي جدا جدا، والماتشات تبقى كل ماتش مهرجان. احنا مش عارفين نعمل ده. الاجانب الهلال الاهلي صحيح كسب الهلال في بطوله العرب، لكن في النهايه بطوله كاس العالم للانديه، كاس العالم للانديه اسف، لكن في النهايه انت عايز زخم، عايز نجوم، عايز اجانب. ساعات اجانب بقى مش كسر زي ما بيجوا يعني. اجانب بجد. لو كنت انت مع يعني فتح الباب لاي عدد انا ضد التفصيل الأجانب. انا ضد التفصيل. طيب الملاعب، نوعيه الملاعب نفسها، سالتك السؤال ده. طبعا حتى على مستوى الناشئين، ده البراعم عاملين لهم مسابقات تنافسيه اللي هي لحد سن 14 سنه. عيب ان انا الواد من صغره كده الله يرحمه استاذ ابراهيم الجازي كان متبني الامر، يقول لك عيب طبعا. شوف الانجليز بيعملوا ايه والاجانب بيعملوا ايه. وفكر انت في عايز ملعب محترم يا استاذ حسن. طبعا ملعب محترم. ملعب محترم يلعب عليه، والاكاديميات والتدريب والوسائط بص انت تعرف ان الانديه هي دلوقتي اللي بتخرج لعيبه الكوره الناشئين يعني. نعم. في طبعا لعيبه كوره في مصر في كل حته. نعم. هيلين، بس الرعايه اللي ممكن تبقى موجوده في كم الانديه، في 90 نادي ولا 100 نادي ولا 50 نادي اللي موجودين في مصر. بس كفايه بقى وسائط ومجاملات ومش عارف ايه واولياء الامور والهدايا اللي بتروح للمدربين، الكلام ده لازم يبطل. لازم الواحد يختار بناء على فرص حقيقيه وعلى تقدير حقيقي للموهبه. بس ده كلام مهم جدا اللي بيقوله استاذ حسن مسكين.